بالخير، مرحبا بكم، اسهلا. يحلو الاشراق الصباحيه وزد عليها شابت وجهي يطل عليكم بكل حب. لا هذه حق زياد الشهريه، يطل عليكم وجهي كذا الصبح الزين عشان تسعدون في باقي يومكم، يعني الين تمسي ود مبتسم مسدح لك مثبت وانت مبتسم لك شايفين وجهي. ولبى قلوبكم يا حبايبي. محمد هلا، شلونك؟ سلمك. طيب الموت رمت. عندنا فئة من الناس لا 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 حط لك الكاميرا عليها تسك، حاط في وجهه فرد تقول تسك بتثور فيه. ايش فيك؟ عقب بس عقب. ترى يحب التصوير، يحب التصوير، بس يبين جمهورك انه ما يحب التصوير. عايم موترك يا رجال، عايم موترك. علي علي ترى في الواقع هو عادي، بس يبين هنا ما يحب يبدني ما يحب التصوير. هو يحب التصوير ويموت وزين ونسلى الكاميرا. ايه وزين التصوير. ارحب مسلمة. ما شاء الله تبارك الله بتاعك ال ال ها حقك. هذا طال عمرك جايبينه طلبيه من متجر. والله وش اسم المتجر؟ ها وش اسم المتجر؟ هذا ما تمنى مشي ولا من الجولي شيء. ها ارفع صوتك. ها يقول انا فهد. ونعم يا فهد ونعم. الهيبة هذه يا مرحبا. ما ند يا بادي. شلونك؟ عساك طيب. هذا بادي ابن محمد، اخو الجميع. وهذا محمد ابن خالد، ولد عم بادي ابن محمد، اخو الجميع. طبعا بادي اخو شخص معروف عند الجميع. هو مو واحد عندك بيعلم. بس ليه ما تبين اعلم؟ تحفظ للجواب. خلاص هذا ترى هذا عادل هيف، تعرفون عادل هيف؟ لا بصبه جنب الجواب. ادخل ماني هذا. عط عط القصه. اول شيء طبعا لك شيء كذا بدون سكر. محمد بدون سكر؟ اي نعم. سمعت عط عط. انا ترى غير موضوع، في غير موضوع. اخو من انت؟ انا اخو الجميع. لا والله. اي والله انا اخو الجميع. بس انت اخو من؟ ملعقه. اخو الرجال ها؟ اخو لا 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 اخو شخص مشهور معروف عند الناس كلهم. بادي بن محمد. بادي محمد ولا بركه؟ ها؟ بادي محمد ولا بركه؟ اخو خالد محمد؟ تفضل عندي من جد؟ انا ما قلت شيء. والله ونعم. انا ما قلت شيء. انا قلت شيء؟ ما قلت شيء. نزل لي اثنين قهوه يا لو سمحت. شيك؟ ولا شيء، اخوي تخربك. كفو. تحفظ من الامور ذي كلها. شف. لا 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 ما يبي سنابه ترى ذيك ما لها دخل. لي حق صح؟ اي والله لك حق. مالك ها؟ لا تنسى. لا جاني مقطع نزلته قبل شوي يقولون اعوذ بالله من الحلوين، وحطوا محمد العبيان وفيصل عرجاني وحطوني انا. محمد العبيان وفيصل عرجاني وانا. وانت؟ ايه اعوذ بالله من يصممها؟ يقول اعوذ بالله من الحلوين، يعني انا حلو معهم. هذا طال عمرك اللي مصمم المقطع هذا، هذا مسويته معه، هذا ذمته وسيعه، هذا الانسان ذمته وسيعه. يا اللي صممت المقطع الله يجزاك خير، ترى في جنه وفي نار يا حبيبي. في جنه في ايش؟ نار. نار احض ايش شو اسمه؟ لا ايش اسمه؟ اعوذ بالله من الحلوين. اعوذ بالله من الحلوين. اعوذ بالله. عام 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 والله العظيم. نفسك عمى. يعني كيف نفسك بدون عيوب؟ سيف اشتكت لك. من اشتكت لك؟ ها وصيت ايمان، قلت الوردة لا تخليها اسقها، احط بحر. شوف وردتك وين؟ هذيك 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 ما وصيت. حدان الوردة غرقتها المدى ويشو، غرقت وردتنا يا حمدان. ايش فيك؟ وردة ايش فيها؟
اي لا لا استك عيب على استك اطر حبل 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 بغيرك انقذها الوردة ماتت هي من قلبة صفرة شكومها ها انا حطي وردة شكومك غرقتها شكول يقول انقلها هنا ماتت هي حس الله عزاك حس الله عزاك يا ابو سعيد حس الله عزاك الله يعوضها شباب هالجنة يخالف عليك هذا درب كلنا ماشيين وترى يقولون الغريق شهيد وشو شهيق شهيق مهيق شهيق زبير هذا شهر ثمانية يقولون جزمه شهر الجرد شهر الجرد واحد ودي هذا يا رحمة الرحمن الرحيم تصل شهر ثمانية وقت كذا خش فيها خش فيها تعال تعال يا رجال تعال يعوضك الله يا ابو سعيد يا ابو سعيد العينات ما بعينات وتبسي بعد تبي تلطس همرته واحده اقصد اني ابسي بدون دموع ليه؟ ما لي عيون ما تظهر دموعي ابشرك طيب قول خربت وظهرت دمعه من وين بتطلع الدمعه؟ ما تخش من ترى هلا ذدر تبوني مزكم انا ابسي يعوضك الله يا ابو سعيد ايوه تقولي تلقاها سيف تقول ابره شرب الهواء خلاص كلام تبي يد بجنبها ولا تبي مفطح لا عطنا يد بجنبها شويه من فصلة مظهر فصلة مظهر اي دقت الابره ما كان العاده جلست تقريبا 4 ساعات هم اللي سرقت مهبلي ايه هذا رجال الرخو توجع الابره ولا رجال طعامك يذيب ما بيسوي على ولا يحسبها دقيت انت الجرة الثالثة؟ ايه طيب قبل ما نروح مصر وش صار؟ يومك في القرية يا لبي جهزك ها؟ والله ما دقيت الابرة شنك فارخة من القرية؟ قعدت يومين انبح اهلي يعطوني عظام الاعدادات خربت عندي هم لا جاي الغداء يتغدون احط عندي صمات اشكر كل من حضر البث بيض الله وجيكم جميع كان بث رايق رايق وجاء في حماس ورهن اليوم اي جح حماس لكن كان وضعي متلخبط عقب ذا الابره والله بدا الرتم عندي ينزل قامت تتعبني ولا ادري ايش اسوي مع ذا الابره واستاذنكم انا برتاح لي شوي والله جعتني ذا الابره لعبت فيني سببت لي خمول احس بشوشره في راسي ماشي عدم تركيز تمسوا على خير